كم يلزم من مكعبات صغيرة حرفها 1 سنتيمتر مكعب لملئ هذه العلبة. إذن كما تنشوف أن العلبة عندها في العرض ديال 4 سنتيمترات، الطول ديالها 12 سنتيمتر، وفي العلو ديالها 6 سنتيمترات. إذن أول حاجة باش نعرفو شحال من علبة تتلزمنا من 1 سنتيمتر مكعب، شنو خاصنا نحسبو بعدا؟ وحدة نديرو هادي في هادي في هادي. شنو غنديرو؟ 4 × 12 × 6. إذن ملي غنديرو 4 × 12 × 6 شنو غنلقاو؟ غنلقاو المسافة ولا المساحة؟ الحجم. غنلقاو الحجم. غنلقاو الحجم. وداك الحجم وداك اللي خرج لينا. حتى دابا بغينا نلقاو الوجه الفوقاني، هاد الوجه اللي الفوق شنو غنعملو؟ الوجه الفوقاني؟ الوجه غنديرو 4 × 12. إذن ملي غنديرو 4 × 12 شنو غنلقاو؟ غنلقاو عاد مساحة الوجه الفوقاني. المساحة، غنلقاو المساحة. مساحة. إذن المساحة تنديرو الطول في العرض. ولكن الحجم شنو غنديرو؟ الحجم تنديرو الطول في العرض، في العرض في الارتفاع، تتزاد الارتفاع. قصدي هذا نعطو في العرض عاد تحصلنا على التحت. المساحة. ولكن درنا هذا غنعرفو حتى العلو. صافي. 4 × 12 × 6، 4 × 12 شحال؟ 48. 48. 4 × 2 = 8. 4 × 1 = 48. إذن 4 × 12 = 48، وغنضربوها في 6. إذن 48 × 6. إذن 48 × 6 = 8. 48 غتبقى 4 هنا. 6 فاش؟ 6 × 4 = 24. زائد 8 6 × 8 48 و6 × 4 24 زائد 4 24 هي 28. 28 288. حقاش في الاول حسبنا 48 حطينا 8 وخلينا 4. 288. اذا الحجم ديال هذه هو 288. اذا احنا لقينا الحجم ديال هذه 288. 288 اشنو؟ سنتيمتر اش؟ مكعب. مكعب. طالب منا نعرفو شحال فيها من علبة صغيرة فيها فقط سنتيمتر مكعب. هي 288 مكعب. فهمتي؟ إذن هي 288. بحال دابا أنا عندك أحسب حجم القطعة المعدنية التالية، غنحسبو الحجم ديالها. إذن أشنو غنعملو هنا؟ هنا غنحسبو كل وحدة بوحدة. أييه. الآخر غنجمعوهم. ولا شنو اللي غتحسبي كل وحدة بوحدة؟ بحال أش؟ بحال هادي، بحال هذا ندير بحال مستطيل، هذا ندير بحال مكعب، وهذا بحال مستطيل، قد وقد هذا. أييه. وهذا مغير عليهم التصويبة. أييه. وكي غدير تحسبي هاد التحتانية؟ تحت. 4 × 3. 4 × 3. 4؟ قسمة 3. قسمة 3؟ أش تقسمي على 3؟ شوفوا دابا شنو شنو الحجم اللي غتحسبي دابا؟ الاولاني هذا. فين هو هذا؟ ها بحالك تقسمي بهذا الشكل. بغيت نقسم واخا. شنو هما الاطوال اللي عندك باش ملي تقسمي بحالو باش تحسبي الحجم؟ خاص يكون عندك الطول والعرض والارتفاع. اذا شنو هو الطول وشنو هو الارتفاع وشنو العرض؟ هنا الطول. ايوا شوف انت هنا. ايوا شنو عندك هنا؟ ها الطول. العرض ما كاينش. هي شنو غدير؟ شنو هي الطريقه الاخرى؟ الطريقه السهله شنو هي؟ الطريقه السهله شنو هي؟ 10 × 6. الطريقه السهله خاص تحل عينك على كل الاحتمالات. بحال دابا انا اسهل طريقه شنو هي؟ اسهل طريقه هي تتحسب المكعب كانه ما محيدش منه. هذا شنو غدير؟ غندير هذا. هذا اشنو هو هذا؟ 4 × 10 = 40. اشنو هي 4؟ سنتيمتر. اش تمثل المساحة؟ ها المسافة. اش من المسافة؟ شو اش تسمى شعاع؟ لا اشنو هو الحجم باش نحسبوه؟ داك العرض. العرض هذا. هذاك العرض. تيقول العرض. اذا 4 سنتيمتر يعني العرض. فاش نضربوه؟ الطول. الطول اللي هو 10. 10 سنتيمتر. هي 40 سنتيمتر. هي 40. في الارتفاع اللي هي 6. في الارتفاع اللي هو 6.
إذا شحال عندك 40 في 6، إذا 6 في 4 24، وغادي دير صفر هي 240، هي 240. إذا الحجم ديال الشكل ككل بدون نزع هاد متوازن مستطيل الداخل هي 240 سنتيمتر مكعب، هو 240 سنتيمتر مكعب. دابا اش بقينا نحيدو منه؟ نحسبوا مساحة هادي نحيدوها منه. نحسبوا هاد المساحة الحجم، نحسبوا الحجم. الحجم ديال هاد الدخل يعني شحال؟ واحد فاصلة الضلع في الضلع في الطول. مش الضلع، الطول في العرض، الطول في العرض في الارتفاع. استنى في الارتفاع، المهم نسميو كما بغينا، نقدروا نديروا الطول. اذا نديروها 5.1.5 في 1، في 1 هي 1.5 في 10، في 10 غنستنتجوا من هنا هي نديروها 15 في 10، والخارج عاد نديروا فاصله. نديروا 15 في 10 والخارج من خرجنا الخارج عاد نديروا فاصله. شنو الفاصله؟ هذه اللي فيها 1.5. هي عندنا 1.5 في 1، هي 1.5 غنضربها في 10 شحال؟ هي ملي تنضربوا عدد العشوري في الفاصله تنضربوا في 10، شنو نديروا؟ احسن نحيد الفاصله ونحسب وقت وما يخرج خارج ندير الفاصله. علاش تحيد الفاصله؟ راه معروف ملي تنضربوا عدد في 10 شنو نديروا. حنا دابا عندنا 1.5 150. علاش 150؟ ما ضربتي في 100، ضربتيها في 10، 10 عندها 0.1. اذا غنزيحوا الفاصله بشحال؟ برقم، برقم واحد. غنزيدو نزيحوا على الجهه اليمين ولا على اليسار؟ نزيحوا على اليمين ولا اليسار؟ هكا اليمين. اذا غتولي عندنا 15. 15 راه معروفه 10، اي عدد فيه الفاصله تنضربوا في 10 تنزيحوا الفاصله برقم واحد. علاش؟ لان 10 عندها 0.1، كون ضربنا في 100 غنزيحوا الفاصله برقمين غتولي عندنا 150 ياك. اذا هنا عندنا 1.5 نضربها في 10 هي 15. في الاول شحال كان عندنا الحجم ككل؟ الحجم ككل كان عندنا 240. 240 ناقص شحال؟ 15. اذا شحال تولي عندنا؟ 240 نقص منها 15، 240 ناقص 10 ونقص منها 5. 240 ناقص 10 هي 200، هي 203، ونقصوا الخمسة الأخرى حيت خاصنا نقصوا 15 مش غير 10، هي 225. 225 إذا الحجم ديال هذا شحال؟ 225 سنتيمتر مكعب. أنت خرجتيها ذهنيا كاع.